اليوم متواجدين هنا في سوق البكرة على البحر نلعب عيالنا ألعابنا الشعبية صد والرد وبر وبحر. هذه لعبة عندنا لعبة بر وبحر تعتمد على التركيز وعلى السمع. هما حاط لهم أنا خط في الأرض حبل ناحية بر وناحية بحر، لما أقول لهم بحر يروحون الناحية الثانية، ولما أقول لهم بر يرجعون مكانهم هو المكان الأول اللي كانوا واقفين فيهم، واللي يستمع أسرع ويعني عنده سرعة هو الفايز معنا.